عليكم ورحمة الله وبركاته. مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي المتبقية في الدوري المصري الممتاز. مباريات الزمالك المتبقية في الدوري: الزمالك وسموحة يوم الأحد 24 يوليو، فيوتشر والزمالك يوم الخميس 28 يوليو، الزمالك وبيراميدز الاثنين 1 أغسطس، الجونة والزمالك الجمعة 5 أغسطس، الزمالك مصر المقصة الاثنين 8 أغسطس، فاركو والزمالك الجمعة 19 أغسطس، الزمالك والاتحاد 24 أو 23 أغسطس، المصري والزمالك 27 و 26 أغسطس، الزمالك إسترن كومباني 30 و 29 أغسطس. المباريات المتبقية لبيراميدز في الدوري: الإسماعيلي 24 يوليو، البنك الأهلي 27 يوليو، الزمالك 1 أغسطس، المقاولون العرب 6 أغسطس، غزل المحلة 9 أغسطس، سموحة 19 أغسطس، فيوتشر 23 أغسطس، سيراميكا 26 أغسطس، الجونة 29 أغسطس. مواعيد مباريات الأهلي المتبقية: الأهلي والجونة السبت 24 يوليو، مصر المقصة والأهلي يوم الثلاثاء 27 يوليو، الأهلي وفاركو الثلاثاء 2 أغسطس، السبت 6 أغسطس الاتحاد والأهلي، الأهلي والمصري 14 أغسطس، إسترن كومباني والأهلي يوم السبت 20 أغسطس، الأهلي وإنبي يوم الثلاثاء 23 و 24 أغسطس، طلائع الجيش والأهلي الجمعة 26 و 27 أغسطس، الأهلي وسيراميكا كليوباترا الاثنين 29 و 30 أغسطس.